اهلا وسهلا فيكم مشروع رسم مودين كاتاني. انا حازم، لحتى تعرفوا تفاصيل اكثر كونوا موجودين معنا. طبعا المشروع رسم مودين في منطقة كاتاني مؤلف من 3 بلوكات A, B, C بلوك مبنيين على 3500 متر مربع مساحة الأرض. الـ A بلوك عم يكون موجود من 14 طابق، B بلوك 14 طابق، الـ C بلوك 13 طابق. مجموع الشقق كلياتهم راح يكون 335 شقة. مساحات راح تكون عم تبلش من 50 متر ل 92 متر بين 1 plus 1 و 2 plus 1. هاي بالنسبة للمشروع. راح يكون عنا بالطابق الأول اللي هنا الفاسيلتيز، راح يكون في عنا جيم، سويمينج بول، ميوزينج روم، غاست روم، بارتي روم، العديد من الفاسيليتيز الموجودين في المشروع، بالاضافه طبعا لبلياردو وميتينج روم وهالقصص. طبعا تحت المشروع راح يكون في عندنا 5 طوابق اوتوبارك، لكل شقه في اوتوبارك واحد مخصص لكل شقه. حاليا راح نشرح عن المشروع من الخارج. طبعا المشروع موجود في منطقه كاتاني القريبه من منطقه شيشلي، تاكسي، مجديوكوي، امينونو، غازي عثمان باشا، اورتاكوي، كل هالمناطق هي قريبه عليهم. هاي بالنسبة للمناطق. أما بالنسبة للمواصلات راح يكون في عنا المتروبوس اللي هو أهم خط مواصلات موجود في إسطنبول، بيربط بين إسطنبول أوروبية وإسطنبول آسيوية. طبعا بتبعد محطة متروبوس 6 دقايق مشي سيرا على الأقدام، اللي هي محطة بيربادر والأجهزة. أما بالنسبة للمترو، طبعا المترو بيبعد عن المشروع 1.5 كيلومتر، أي يعني ما يعادل تقريبا من 10 ل 15 دقيقة مشي سيرا على الأقدام. أيضا راح يكون في عنا حول المشروع العديد من الجامعات والمشافي ومولات، فنادق، مدارس حكومية وخاصة. طبعا أكثر من 10 جامعات راح يكون موجود حول المشروع، بالإضافة أكثر من 8 مشافي و13 مول. طبعا أهمهم اللي هن جواهر مول، زورلو سنتر، إستينيا بارك. هدول المولات كلياتهم راح يكونوا أبعد واحد فيهم هو 15 دقيقة على المشروع. شو هو السبب إنه المشروع مثل ما حكيت هو ممتاز جدا للاستثمار؟ السبب الأول حالياً نحن المشروع هو قيد الإنشاء، رح يكون تسليمه على 2022 الشهر السادس، وهذا الشيء اللي بيخلي المستثمر في حال اشترى حالياً مباشرة من بعد ما يبيع بعد تسليم المشروع رح يكون في عنده ربح 30% مينيمم، بغض النظر بحال إنه هو ما راد يبيع، ففينه يكون في عاد إيجاري 7% سنوي. هذا الشيء السبب إنه الشقة بما إنه هي بمنطقة مركزية قريبة على جامعات، مشافي، مولات، العديد من الخدمات الموجودة في المنطقة، فبالتالي بتجذب المستأجر لحتى يكون موجود في هاي المنطقة بما إنه قريب على كل شيء، بغض النظر عن محطة المترو اللي هي أصلاً جاهزة ورح يكون في خط متفرع منها بيروح على المطار مباشرة من المنطقة هاي إلى المطار مباشرة. طبعا منطقة كاتاني هي دائما بتطوير عمراني، يعني كاتاني قبل 10 سنين غير حاليا، وكاتاني بعد 10 سنين غير حاليا. كل كاتاني عم تتغير، عم يصير فيها تطوير عمراني بسبب انه هي منطقة مركزية ولازم يتم الاعتناء فيها، اوكي؟ وهذا الشيء عم بيندعم من قبل الحكومة التركية. اولا واخيرا بتشكركم لانه شفتوا الفيديو بشكل كامل، بانتظاركم هون بزيارة لكل عملائنا وكل وكلائنا الموجودين في انحاء العالم. شكرا لكم كتير. انا حازم مشروع باشتان لا أبي نظام باشتيورم يا بوردك قال يورم كارش ينا باشتيورم. اسماري ممتاز جدا في نص منطقة الصباح.